مش قلت لك هتتحل؟ قعدت تخاصمني وتتخانق معايا عشان بحبك وما اقدرش على بعدك. تقوم تبعد عني عشان اقرب لك يا عبيطه. عشان خاطري، عشان خاطري ما تعملش كده تاني. انا ما بستحملش الحاجات دي ابدا. ما هو بيني وبينك بقى طول ما انت في بيت اهلك هتحصل مشاكل، عشان كده لازم نقصر عليهم ونتجوز باسرع ما يمكن. من غير خطوبه؟ وخطوبه ليه؟ هو احنا لسه هنتعرف على بعض ولا هنحوش ثمن الشقه؟ بس ازاي يا شريف الناس تقول ايه؟ يبقى انت بقى مش ملهوفه عليا زي ما انا ملهوف عليكي. الله يسامحك، ده انا نفسي اغمض عينيا وافتحها لقاك جنبي. عشان كده لازم تنفذي كلام اللي انا بقوله لك بالحرف الواحد، لازم نتجوز باسرع ما يمكن. عايزين نلتفت لمصالحنا بقى، ما احناش فاضيين. وبعدين خلي بالك لما اسمي يرتبط بيكم ابواب كتير قوي هتتفتح لنا. ولا انت بقى مش عايزانا نامن مستقبلنا؟ بقول لك ايه، تعالى نقعد في حته ثانيه. ليه؟ ما هنا كويس. في ناس هنا مش عايز اقعد معاها. مين دول؟ دي مي اخت ماما. مين؟ مي اخت مرات بابا. ما انا احكي لك الحكايه كلها. بقى كده حضرتك جايبني هنا عشان تغيظها بيا؟ شش اسياح. ده انا غلطانه اني جيت معاك.